المجالس الشبابية من أجل الخدمة المجتمعية، هي مشروع يقوم بتنفيذه مركز تطوير المعلم المورد بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. يتكون المجلس المحلي الشبابي من هيئة تطوعية من الشباب تشمل كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 15 سنة والثانية 20 سنة. يحاكي المجلس الشبابي في نظامه الهيئة المحلية الفلسطينية الموجودة في المنطقة، حيث يتكون من رئيس وأعضاء وهيئة عامة. لعل أهم أهداف المجالس الشبابية المحلية هو الاهتمام بقضايا المجتمع والشباب، وتحمل الشباب لمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم من خلال التعلم وممارسة المواطنة، حيث عمل مجلس محلي شباب طور الغربية على تحقيق هذه الأهداف من خلال الكثير من النشاطات. لطالما كانت عدسات المصورين هي المراقب والملازم لأي عمل لدورها في توثيق الحدث والمناسبات ونشرها، الأمر الذي جعل مجلس محلي شباب طور الغربية يضع مشروع التصوير والإخراج السينمائي في مقدمة مشاريعه، حيث قام المجلس الشبابي ضمن هذا المشروع بإعطاء دورة في التصوير انتهت بتشكيل فريق تصوير مكون من 5 شباب. هي ما يحبه الكثيرون وما يتقنه الأقلاء. تولى هذا الفريق تصوير وتوثيق نشاطات المجلس الشبابي وأهم الأحداث والمناسبات في القرية، كما عمل المجلس الشبابي أيضا ضمن هذا المشروع على إنتاج فيلم يتحدث عن القرية بالإضافة إلى هذا التقرير، حيث أبدع فريق التصوير الذي تم تشكيله في استثمار خبرتهم وما تعلموه. نافس أعضاء فريق التصوير في هذا الحدث الأول من نوعه في فلسطين الذي ضم العديد من المصورين من مختلف محافظات الوطن، وفي هذا اليوم كان لأعضاء الفريق النصيب الأكبر من المراكز. يبدي المجلس الشبابي اهتماما كبيرا في القضايا المتعلقة بمجتمعه، ويحرص دائما على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، لذلك عمل المجلس الشبابي على زيارة ذوي الاحتياجات الخاصة في القرية وتقديم الهدايا والدعم النفسي لهم وإخراجهم من عزلتهم، الأمر الذي زاد من ثقة الأهالي بدور المجلس الشبابي، حيث عبر ذوي الاحتياجات الخاصة عن فرحهم وشكرهم للمجلس الشبابي. شيء وهذا يعني بعطي دعم للطفل ولأهله، وإنه في ناس بتهتم فيه وناس بتطلع عليه، وإنه يعني مكنوش هذول الأطفال مهملين، يعني ما في شيء لهم اندماج في المجتمع، وبتمنى كل الفئات يعني يكون في لهم مراكز متخصصة لهذا الشيء، وهذا جهد بشكركم عليه، شكرا لكم. حتى نوصل لمرحلة من الدمج الإجابة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، فهي مبادرة يعني رائعة وبحييكم عشان تزيد نسبة التوعية للمجتمع يتقبلوا ذوي الاحتياجات الخاصة كأفراد عاديين ومهمين كمان في المجتمع. لا يتوانى المجلس الشبابي في مشاركة المجتمع المحلي بمشاكله وحلها، حيث عمل المجلس الشبابي على تنظيم لقاء توعوي لطلبة المدارس والأهالي، وذلك بالتعاون مع المجلس الكروي، حيث قام المجلس الشبابي بالتعاون مع المجلس الكروي بدعوة مدير شرطة محافظة جنين لتنظيم ندوة لتوعية الأهالي والطلاب بالسلامة العامة على الطرقات وتجنب الحوادث، متطرقا إلى دور المؤسسات التعليمية والأهالي في نشر الوعي المروري، ومن ثم تعيين مواقع إشارات المرور في القرية التي تم تركيبها فيما بعد. احنا بهمنا واحنا جايين هون على طورة الغربية من اجل ان نوعي فئة الطلاب والمشاة مروريا، من اجل ان نحافظ على حياتهم، لانها حياتهم بتهمنا جدا، والانسان اغلى ما نملك.
وحرصا من المجلس الشبابي على خدمة المجتمع والسلامة العامة وتجميل مظهر القرية، عمل المجلس الشبابي برعاية المجلس الكروي على تنظيم يوم دعا فيه شباب القرية للخروج والتطوع في تثبيت الإشارات المرورية التي سبق تحديد مواقعها. عزز المجلس الشبابي من جهوده في سبيل خدمة القضية الفلسطينية والانتصار لشعبه، ففي يوم السبت 5/5/2012 بدأ العمل في نصب تذكاري للأسرى بالتعاون بين المجلس الكروي والمجلس الشبابي. كما قام المجلس الشبابي بتأهيل الساحة المحيطة بالصرح التذكاري وتخطيطها وطلائها، وأطلق عليها اسم ميدان الشهيد أبو عمار. وبعد الانتهاء من العمل في الصرح، قام المجلس الشبابي بتنظيم يوم لاستقبال الأسير المحرر أمجد عبادي، أحد أسرى القرية المحررين. ثم قام المجلس الشبابي والكروي بدعوة وكيل وزارة الأسرى وبعض النواب في المجلس التشريعي لافتتاح الصرح والاحتفال بخروج الأسير المحرر أمجد. كما قام المجلس الشبابي بدعوة الأسير خضر عدنان لزيارة أهالي الأسرى في القرية والمشاركة في فعاليات التضامن مع الأسرى. كما وقف المجلس الشبابي وقفة تضامنية مع أهالينا في قطاع غزة، حيث قام المجلس بالتعاون مع منتدى معلمي منطقة يعبد بعرض فيلم وثائقي بعنوان قوس قزح، الذي تناول الحديث عن الدمار في غزة وآثار الاحتلال وحصارها، وذلك لإبراز معاناتهم والوقوف معهم. حرص المجلس الشبابي على الاهتمام في القضايا التربوية والتعليمية أيضا، كونها من أهم القضايا للنهوض في مجتمعاتنا، وذلك من خلال عرض البرنامج التعليمي التربوي علمتني الحياة للدكتور طارق سويدان، وذلك بشكل دوري كل يوم جمعة في المسجد. لقيت الحملة إقبالا وتشجيعا شديدا من الأهالي وشباب القرية بعد الإعلان عنها، حيث خرج شباب القرية يوم 26/5/2012 بحملة للتطوع والمشاركة في النشاط الذي نفذه المجلس الشبابي على شكل حملة تستمر 5 أيام لطلاء جوانب الشوارع في القرية، الذي بدوره يبرز دور الشباب في القرية ويعزز روح المشاركة والتطوع عندهم، لا سيما الحفاظ على جمال القرية. عبر الأهالي عن فرحتهم بنشاطات المجلس الشبابي وحرصوا على دعمهم له، حيث قاموا بتوفير ما نقص من أدوات. ومع قدوم أيام الصيف ينتشر الناموس في القرية ليشكل ظاهرة مزعجة وبشكل كبير للأهالي، لذلك قام المجلس الشبابي بحملة رش مبيدات في مختلف أنحاء القرية، وذلك بالتعاون مع المجلس الكروي. قام المجلس الشبابي أيضا بتنظيم يوم طوعي لزراعة أشجار الزينة على جنبات الطرقات في القرية بدلا من الأشجار التالفة، وذلك بمساعدة بعض الشبان المتطوعين. كما قام المجلس الشبابي بري أشجار الزينة على جوانب الطرق في القرية. كما قام المجلس الشبابي بالإعلان عن دورة للتدريب على الكشافة، حيث سيتم البدء بالتدريب من قبل مدربين مختصين خلال الأسبوع القادم، وذلك بالتعاون مع نادي اتحاد طورة الغربية.
المجلس الشبابي في القرية الذي يصول ويجول في شتى المجالات ويقدم خدمات كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي وحتى التعليمي. طبعا المجلس الشبابي لديه بعض المشاريع الجيدة التي نفذت حاليا ولا زال ينفذ الكثير من المشاريع، مثل مشروع زراعة الأشجار على جنبات الطريق، طلاء جنبات الطريق بالطلاء المناسب اللازم للسائقين، إضافة إلى تركيب بعض الشاخصات المرورية داخل القرية لإرشاد السائقين والمرور بالنسبة لطلاب المدارس بالذات من خلال الإشارات الموجودة على الطريق. أيضا يقوم مجموعة من البرامج الثقافية والتربوية والتنموية، من ضمنها يقوم حاليا ببث بعض الحلقات المصورة في قاعة مقر المجلس القروي. أيضا لديه تعاون مع المدرسة في مجال إعادة تأهيل وتعليم بعض الطلاب المتدنية التحصيل، بالإضافة إلى أنه يقوم بتدريب مجموعة من الطلبة على التصوير الفوتوغرافي والتصوير الفيديو، ويشارك بشكل فاعل في القرية ومؤسساتها جنبا إلى جنب، وهو فكرة رائدة وجيدة، ونشكر القائمين على هذا المشروع والذين دعموا وقدموا الدعم سواء كان المادي أو المعنوي لهم، ممثل بمركز التطور المعلم المورد والجهات الداعمة والمانحة لهم. نشكرهم ومزيد من المشاريع ومزيد من العطاء في مجال خدمة القطاعات الشبابية.